أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. قصتنا اليوم الصياد وقاربه العجيب، وهي من القصص الخيالية. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. في مكان ما من هذا العالم، قررت غابة بعيدة أن تتصل بالبحر الواسع لتشكل مدينة جديدة. كان نصف المدينة الشمالي مطلا على البحر، بينما يحوي نصفها الجنوبي أشجارا كثيفة ونباتات جميلة. نجحت هذه الغابة في تحقيق قرارها وتم إنشاء المدينة. ونظرا للطبيعة الفريدة، انخرط سكان المدينة في أعمال متنوعة، فبعضهم عمل في النجارة معتمدين على جمع الحطب من الأشجار، والبعض الآخر في الزراعة، في حين توجه آخرون للصيد بفضل قرب المدينة من البحر. وهكذا جمعت المدينة بين العديد من المهن والأعمال. وعلى الرغم من هذا التنوع، عجز هتان عن العثور على عمل يناسبه. كان هتان شابا يتيما طيب القلب، فقد والديه منذ صغره، فاعتنى به الأقرباء تارة والأصدقاء تارة أخرى، حتى كبر وأصبح شابا ليبدأ رحلة العيش وحيدا، باحثا عن قوت يومه. لكنه كلما حاول العمل في مجال ما، باءت محاولاته بالفشل. كان هتان يسكن في كوخ صغير مطل على البحر، وذات يوم بينما كان جالسا أمام كوخه، لاحظ الصيادين وهم يستعدون لركوب مراكبهم والانطلاق في رحلة صيد. رآه رئيس الصيادين يجلس وحيدا، فعرض عليه العمل معهم. فقال له هتان: أنا لا أعرف شيئا عن الصيد. فرد عليه هذا الرجل: تعال معنا لتتعلم أولا، ثم تعمل بعد ذلك إن استطعت، وفي فترة تعلمك ستساعد الصيادين في بعض الأعمال مثل حمل الأسماك وتنظيف الشباك والبيع في الأسواق، وسأعطيك أجرا مقابل ذلك. وافق هتان وذهب مع الصيادين في رحلتهم إلى البلاد المجاورة. وبعد أن انتهوا من عملهم، توجهوا إلى السوق لبيع السمك، وطلبوا من هتان تنظيف الشباك والمراكب وترتيب عدة الصيد. بعد أن أتم هتان مهامه، جلس ينتظر عودة الصيادين، لكنهم تأخروا، فقرر التجول قليلا في المدينة لكسر الملل. ثم عاد إلى مكان المراكب، فوجد أن الصيادين قد عادوا، وأعطى رئيس الصيادين لهتان بعض الأسماك وجزءا من المال مقابل عمله. وبينما كان رئيس الصيادين يتحدث إلى هتان، لاحظ وجود بعض الأخشاب الغريبة والملونة معه، فسأله: ما هذه يا هتان؟ أجاب: أخشاب أعجبني شكلها فجمعتها. ضحك رئيس الصيادين وسأل: وماذا ستفعل بها؟ رد هتان: لا شيء، فقط أعجبتني. فقال رئيس الصيادين: هيا استعدوا، فقد بدأت رحلة العودة. استمر هتان في العمل مع الصيادين لفترة طويلة، ومع كل رحلة صيد في بلد جديد كان يعود محملا بأشياء غريبة، سواء كانت أخشابا أو حبالا أو أصدافا. وبعد مرور فترة ليست بالقصيرة، استطاع هتان صناعة قارب صغير، رغم أنه لم يكن يعلم فيما سيستخدمه. وفي يوم عاصف، بينما كان هتان يجلس في كوخه، سمع صوت ارتطام قاربه الصغير بشيء في الخارج. خرج ليرى ما يحدث، فوجد المكان خاليا من البشر، والقارب ما زال يرتطم بشيء ما. اقترب من هذا القارب ودخل فيه ليتفقد ما بداخله، فوجد صندوقا خشبيا كبيرا حجمه يعادل نصف حجم القارب تقريبا. حاول هتان فتح الصندوق بكل الطرق الممكنة، لكنه فشل في ذلك.
في تلك الأثناء بدأ القارب يتحرك به ويبحر عرض البحر. حاول هتان إيقاف القارب ولكن دون جدوى. ظل القارب يتحرك حتى رسى على جزيرة مهجورة لا يرى فيها شيئا. كان الليل حالكا والقمر مختفيا، فانتظر هتان بزوغ الشمس ليستطلع أحوال الجزيرة ويتفقد ما بها من أشخاص. وعندما كان يتجول في هذه الجزيرة الصامتة أخافه صوت يقول: أغرقت سفينتك أيضا وجلبتك لنا الأمواج؟ نظر هتان ليرى صاحب الصوت فوجده شابا في مقتبل العمر. قال له هتان: كلا، أنا جئت بقاربي. فسأله هذا الشاب: لماذا جئت إلى هذه الجزيرة؟ وقص عليه هتان قصته مع القارب المتحرك والصندوق، ثم سأله: وماذا تفعل أنت هنا؟ أجاب هذا الشاب: أنا طبيب، غرقت سفينتي وألقت بي الأمواج على هذه الجزيرة. في هذه الجزيرة كان هناك بعض الأشخاص، لكن جميعهم كانوا مرضى. قال الطبيب لهتان: أحاول علاجهم قدر الإمكان حتى نتمكن من الرحيل إذا حانت لنا الفرصة. ثم صمت الاثنان لحظة حتى تذكر الطبيب أمر الصندوق وسأل هتان: أين الصندوق الذي ذكرته لي؟ أجاب هتان: في القارب معي. ذهب الطبيب مع هتان إلى القارب وحملوا الصندوق معا حتى تمكنوا من فتحه. في داخل الصندوق وجدوا رسالة تقول: لقد فرقكم البحر وجمعتكم الجزيرة، فاعملوا جاهدين لإعادة ما تحطم بكم أو بسببكم. نظر هتان إلى الطبيب وقال: ماذا يعني هذا؟ أجاب الطبيب: لن نعرف إلا بعد الحديث مع باقي الأفراد، ولن نستطيع الحديث معهم إلا بعد أن يتم شفاؤهم. ثم أكمل الطبيب البحث في الصندوق فوجد أدوات طبية وبعض الأدوية اللازمة للعلاج والتي سيحتاجها لعلاج المرضى. أغلق الطبيب الصندوق وقال: سأنظر فيه لاحقا، أما الآن فعلي أن أنقذ الأشخاص لمعرفة لماذا نحن هنا. أخذ الطبيب أدواته واتجه نحو مكان إقامة المرضى، وهتان يسير خلفه حتى وصلا. كانوا 5 أشخاص، 3 من النساء ورجلين، بالإضافة إلى الطبيب وهتان، مما يعني أن جميع من كانوا على هذه الجزيرة هم 7 أشخاص. استطاع الطبيب علاج المرضى وأفاق الغائبين عن وعيهم، وبعد يوم طويل من العمل الشاق نام الطبيب من شدة التعب. وفي اليوم التالي استيقظ الطبيب وجمع الرفاق عند الشاطئ بجوار قارب هتان الذي كان متروكا دون أن يربط بشيء. بدأ الحديث بإخبارهم عن هتان وكيف كان السبب في علاجهم، وأخبرهم أيضا بأمر الصندوق، ثم عرفهم بنفسه قائلا: أنا الطبيب الذي عالجكم، وما قرأته في الرسالة التي وجدناها في الصندوق، نحن مجتمعون هنا لأمر ما، ولن نستطيع العودة إلى بلادنا إلا بعد علاج بعض الأمور. يجب علينا أن نكون صادقين، فليعرف كل واحد منا بنفسه ويخبرنا لماذا ركب البحر قبل وصوله إلى هنا. بدأ أحدهم بالحديث وقال: طبيعة عملي تتطلب ركوب المراكب والتنقل من بلد لآخر، وأحيانا أحتاج للقفز من المركب والسباحة إلى الشاطئ، لكن هذه المرة خانني البحر وقذفتني الأمواج وألقت بي إلى هنا. سأله الطبيب: وما طبيعة عملك بالتحديد؟ هل أنت صياد؟ قال الشاب: لا. سأل الطبيب: هل أنت تاجر؟ أجاب بالنفي مرة أخرى. قال الطبيب: فلتخبرنا إذن ما طبيعة عملك بدلا من التخمين. لكن هذا الرجل رفض الإفصاح عن عمله، مما أدى إلى مشادات بينه وبين الطبيب. حينئذ تدخل هتان وقال: إنه سارق، وليس سارقا عاديا، بل لص محترف. صمت الجميع منتظرين أن يكذب هذا الرجل كلام هتان أو يعترض عليه، لكنه لم يفعل، فتأكد الجميع من صحة حديث هتان. قال الطبيب: على الباقي إخبارنا عن أنفسهم.
ولكن لم يجب أحد عليه. فقال هتان: سأخبركم أنا، هذه المجموعة تتكون من الطبيب ولص محترف وجاسوس والطاهية والدجال النصابة وبيارة. استغرب الجميع وقالوا: ومن بيارة؟ أجاب هتان: هذه الصماء الجميلة. بعد أن أنهى هتان حديثه تفرق الجميع، وذهب الطبيب إلى هتان وسأله: كيف عرفت هذه الأمور؟ رد هتان: لن أخبرك الآن، وستعرف فيما بعد. وذهب كل واحد منهم يبحث عن مصدر للطعام أو الشراب ليحافظ على حياته. وعندما حل المساء اختفى اللص، وبعد البحث اكتشفوا أنه كان يحاول سرقة قارب هتان للهرب به. وعندما رآه هتان أخبره: لن تستطيع تحريكه من مكانه، فهو يتحرك بنفسه ويذهب إلى حيث يريد. وعندما يأس اللص من تحريكه عاد إلى موضعه وغرق في النوم. في صباح اليوم التالي اجتمع أفراد الجزيرة معا لتقسيم المهام فيما بينهم. قال هتان: أنا سأحضر الطعام. وقالت الطاهية: وأنا سأقوم بطهيه. بينما بيارة لم تقم بأي شيء، والباقون اتفقوا على البحث عن مخرج يخلصهم من هذه الجزيرة. قام هتان بجلب الطعام، وقامت الطاهية بطهيه، ثم قدمته الدجالة للأفراد كل فرد على حدة. بدأ الجميع تناول طعامهم باستثناء هتان الذي كان مشغولا بأمر ما. وعندما أنهى ما كان يقوم به وأقبل لتناول الطعام، جاءت ريح شديدة وألقت بالطعام بعيدا، فلم يتمكن هتان من تناول طعامه ذلك اليوم. ومع حلول المساء شعر هتان بالمرض يتسلل إلى جسده شيئا فشيئا، وأصبح غير قادر على الحركة، وظل ينتظر بزوغ الشمس بفارغ الصبر على أمل أن ينتبه الرفاق إلى غيابه ويأتي أحدهم لمساعدته. لكن طلعت الشمس دون أن يظهر لهم أثر، وصدم هتان عندما اكتشف أن الرفاق قد اختفوا. وظل في تلك الحالة لفترة من الزمن حتى استرد عافيته. وبعد قليل من البحث تمكن من الوصول إلى مكان وجود الرفاق، وكانوا في مكان بعيد في الجزيرة ومعهم الصندوق والقارب. كان السارق يحاول فتح الصندوق بمساعدة الطبيب، بينما كان الجاسوس يحاول تحريك القارب في الماء. تفاجأ الجميع بوجود هتان بينهم، وقف أمامهم وهم ينظرون إليه وكأن على رؤوسهم الطير. بادر الجاسوس بالكلام وقال: أين كنت يا هتان؟ لقد بحثنا عنك كثيرا لنأخذك معنا. ثم قالت الطاهية: يبدو عليك الوهن، سأحضر لك بعض الطعام لتأكله. وأضاف الطبيب: يبدو أنك بحاجة إلى علاج، هيا لنرى ما بك. الجميع يتحدث لكن هتان ظل صامتا، مما أثار استغرابهم وجعلهم يصمتون مرة أخرى. وبعد لحظات قال هتان: لماذا أخذتم قاربي وصندوقي؟ ولم يجب أحد عليه. ثم أكمل: لماذا مرضت؟ ماذا فعلتم بي؟ يبدو أن سوء النية بكم، وتركتموني عمدا لتتخلصوا مني. ثم ركب قاربه وأخذ صندوقه ورحل إلى مكان آخر داخل الجزيرة. بعد ذلك اجتمع الطبيب بالرفاق وقال لهم: يبدو أن هذا الشاب لديه الكثير من الأسرار، فقد عرف طبيعة عمل كل منا دون أن نخبره، والقارب لا يتحرك إلا بأمره، والصندوق لا يفتح إلا معه، هناك أمر ما. وافقته الطاهية قائلة: أؤيدك فيما تقول، فعندما أعددت لكم الطعام وضعت في طعامه مادة سامة لأتخلص منه، فإذا بالرياح تلقي بالطعام بعيدا ولم يتمكن من تناوله ونجا من الموت. وأضافت الدجالة: ومرضه هذا كنت أنا السبب فيه، فقد ألقيت عليه الكثير من سحري حتى يمرض ويموت، ورغم استمرار مرضه نجا. قال الجاسوس: وبعد كل هذا
استطاع معرفة مكاننا الذي يصعب على أي شخص الوصول إليه. استمر الرفاق في الجلوس معا يحاولون البحث عن مخرج من هذه الورطة، بينما ظل هتان جالسا بمفرده في مكان ما لا يعرفه أحد. وبعد مرور فترة طويلة وجد هتان رفاق الجزيرة قادمين إليه وقال لهم: لماذا جئتم إلي مجددا؟ أجاب الطبيب: بعد رحيلك أصابنا الضرر جميعا، وبدأوا يطلبون منه الجلوس معهم والتعاون للخروج من هذه الجزيرة. وافق هتان على طلبهم بشرط أن يكونوا صادقين معه وألا يتعرض لغدرهم مرة أخرى. تعهدوا جميعا بعدم الغدر والصدق في القول. ثم قال هتان: يجب عليكم إخباري عن حقيقة أمركم حتى نتمكن من الخروج من هذه الجزيرة والتي تشبه السجن، فعندما تصل إلى نهايتها تجد نفسك في بدايتها، وهكذا كأنها متاهة. قال الطبيب: نحن جميعا أبناء مدينة واحدة، مدينة يعيش بها نوعان من البشر لا ثالث لهما. النوع الأول هو الأثرياء، ولا أقول الأغنياء، بل أثرياء يمتلكون من المال والجاه ما لا يعد ولا يحصى. أما النوع الآخر فهو المعدومين، نحن من هؤلاء ولسنا فقراء فقط، بل معدومين لا يتوفر لدينا ما يكفينا لليوم الواحد. ومع شروق الشمس كل صباح يكون أكبر همنا كيف سنوفر طعام اليوم. وعلى الرغم من توفر المال لدى الأغنياء فإنهم لا يعطفون علينا أبدا، وإذا عملنا معهم لا يعطون المال الكافي مقابل العمل، بل يعطون القليل من المال مقابل الكثير من العمل. فقررنا أن نحصل على الأموال بطريقتنا الخاصة. ثم أكملت الطاهية حديث الطبيب قائلة: أما أنا فقد نشأت بين القصور والأكواخ، وكان والدي يعملان في أحد قصور مدينتنا. كان صاحب القصر يمنع الخدم من اصطحاب الأطفال، فكنت أعيش مع جدتي في الكوخ، يأتي أبي وأمي في يوم الإجازة لرؤيتنا. واستمرت طفولتي هكذا، تعلمت من جدتي كل شيء حتى وصلت لسن الصبا، ولم يتغير شيء في حياتي حتى ذلك اليوم الذي قام فيه صاحب القصر بعمل وليمة كبيرة ودعا الكثير من الناس. طلب من الطباخين إعداد أفضل أنواع الطعام، ولكن نظرا لكثرة المدعوين كثرت المهام وعجز الخدم والطباخون عن إنهاء المطلوب منهم. فطلب صاحب القصر من الخدم إحضار من يعرفونهم للمساعدة، فجاءت بي أمي للعمل في النظافة، ولكنني أعشق الطهي وتسللت إلى المطابخ وساعدت الطباخين حتى أعددت طعاما لم يعد أحد مثله من قبل. ومنذ ذلك اليوم وأنا أعمل في الطهي داخل هذا القصر. انتقل الحديث إلى الجاسوس، والذي قال: أنا وأخي، وأشار إلى السارق. نحن من الفقراء المعدومين، وليس ذلك فقط، بل الجهلاء، لم يكن لدينا أي علم أو مال، فكان معظم سكان المدينة يحقرون من شأننا، والقليل من الناس من يتعامل معنا، ولكن الله أعطانا قدرات خاصة. أما أنا فلا أنسى ما أسمعه أبدا، فإذا سمعت الكلام مرة واحدة يتركز في ذهني، أستطيع أن أسمع ما يدور في الحديث من خلف الجدران والأبواب وعلى بعد مسافات طويلة. كنت أسير في الأسواق وأتلقى الأخبار من أفواه الناس، وأنقل الكلام من هنا إلى هناك مقابل المال، ومهما حاولوا الاختباء مني أو خفض أصواتهم كنت أستطيع الوصول إليهم وأسمع ما يقولون. أما أخي فقد اختلفت قدرته عنده في البصر وليس السمع، فهو إذا رأى الشيء مرة واحدة يتركز في ذهنه. كان يحفظ شكل المفاتيح الخاصة بالأبواب وينسخ مثلها، وكذلك شكل الخزائن والأموال، واستخدم قدرته في السرقة، فلم يعرف أحد كيف يسرق دون كسر الباب أو غيره من أعمال السرقة. ثم أكملت الدجالة الكلام وقالت: أنا لم أكن دجالة،
ولا أعرف شيئا عن الدجل. كنت مجرد خادمة متنقلة أقوم بتوصيل هذه الأشياء إلى ذاك، وأنظف هنا وأرتب هناك. ومن خلال تنقلي بين منازل الأغنياء عرفت أنهم مهتمون للغاية بمعرفة المستور والاطلاع على المخفي. وجدتهم يدفعون الكثير من المال مقابل معرفة خبر واحد. أعجبتني الفكرة وقررت العمل بها، ومن هنا بدأت قصتي مع الدجل والسحر. بحثت كثيرا حتى استطعت عمل القليل من الأشياء، مثل جعل أحد يمرض أو ضياع شيء من أحدهم، وكنت أخبر الشخص بحدوث أمر سيء له، ثم أحدث أنا الأمر السيء هذا، فيشعر وقتها أن نبوءتي قد صدقت. وهكذا كان عملي الجديد. ثم صمتت ونظر هتان إلى بيارة التي كانت تعجز عن السمع، وقال لهم: وما قصة هذه الفتاة؟ رد الطبيب: ستعرف كل شيء في وقته، فلا تتعجل. تفرق الرفاق كل في اتجاه، وبعد مرور بعض الساعات تجمعوا من جديد، فقد أحضر هتان بعض الأطعمة التي تحتاج إلى الطهي، وقامت الطاهية بطبخها. وبعد تناول الجميع الطعام سألهم هتان: حسب ما قلتوه كان لكل شخص عمله الخاص الذي لا علاقة له بعمل غيره، فكيف اجتمعتم معا؟ قال الطبيب: ذات يوم مرض أحد أفراد القصر الذي تعمل فيه الطاهية، وأحضروني لعلاجه بعدما عجز الكثيرون عن هذا العمل. كنت أنتظر منهم مكافأة كبيرة، لكنهم أعطوني القليل من المال، وقالوا إن الأمر بسيط وإنني لم أفعل الكثير لعلاجه. في ذلك الوقت كانت الطاهية قادمة بالطعام، وسمعت ما دار من حديث بيننا. انتظرتني حتى خرجت من القصر، واتفقنا على العمل معا. كنت أعطيها بعض العقاقير الخاصة لتضعها في طعام أحدهم فيصاب بالمرض، ثم يحضرونني لعلاجه. في البداية كانوا هم من يحددون المال، لكنني أصبحت أحدد ثمن العلاج الذي يناسبني، فأنا السبب في المرض وأنا الوحيد الذي يمكنه علاجه. ومع تكرار الأمر شك أصحاب القصر في الأمر، إذ ليس من الطبيعي أن يمرض واحدا تلو الآخر هكذا. واقترح بعض الأصدقاء عليهم إحضار الدجالة المشهورة للتحقق في الأمر، وبالفعل جاءوا بالدجالة وتواصلت معها الطاهية كما تواصلت معي، وأصبحنا نحن الثلاثة فريقا واحدا. لم يقتصر الأمر على قصر واحد فقط، بل تشعبنا في باقي المدينة، ولم يعرف أحد سرنا، مما زاد طمعنا. وأردنا التطوير من العمل، فلم نكتفي بالمرض فقط، بل زدنا الأمر إلى السرقة. وهنا تلاقت أقدارنا مع أقدار الجاسوس وأخيه السارق، وكنا معا الفريق السري الذي تراه أمامك. كان الجاسوس يعرف الأخبار من اجتماعاتهم، فأحضر أنا العقاقير وتضعها الطاهية في الطعام، وتقول الدجالة إن الحل الوحيد هو الطبيب. أحضر أنا وأعالج المريض، فتزداد ثقة الناس بي وبفريقنا. أحيانا نستبدل العقاقير بالسرقة، يسرق اللص أشياء ثمينة وتجلبها الدجالة بمعرفتها الخاصة، فتعطى لها جزءا كبيرا منها، ونتقاسم المال معا جميعا. استمر الحال كما هو عليه حتى قررنا ذات يوم سرقة أكبر قصور المدينة، ولكن هذه المرة لن يكون هناك دجالة ولا رجوع للمسروقات. سنأخذ كل شيء ونهرب إلى مكان بعيد، ثم نقتسم ما جمعناه، وكل منا يذهب في طريقه. اتفقنا ألا نتقابل مجددا، ولكن كان للقدر رأي آخر. فقاطعه هتان قائلا: ولكن قبل أن تكمل حديثك، لم تخبرني بعد بأمر هذه الفتاة. قال الطبيب: بينما كنا نجتمع لتحضير الخطة، كانت بيارة تستمع إلينا دون أن نعرف حتى ليلة السرقة والرحيل. أصدرت صوتا خافتا لم يسمعه أحد منا سوى الجاسوس، فتمكننا من معرفة أنها عرفت عنا كل شيء، لكنها لم تعلم بأمرنا.
فأحضرت الطاهية الطعام اللذيذ ووضعت فيه العقاقير، وألقت الدجالة بعض السحر عليه وأطعمناها إياه وحبسناها في مجلسنا على أمل أن تنام لأيام طويلة، ثم نهرب نحن دون أن يشعر بنا أحد. ولكن حدث ما لم نتوقعه، أصيبت بالصم ولم يكن أمامنا حل آخر سوى أن نأخذها معنا خوفا من أن تبلغ الناس عنا. وبعد أن أعددنا سرقتنا وأحضرنا قواربنا، انطلقنا أخيرا داخل البحر. هاجت الأمواج وانقلبت القوارب وضاعت المسروقات، وبعد ليال طويلة نصارع الأمواج والظلام وصلنا إلى هذه الجزيرة متفرقين، كل واحد منا وصل على حدة. وبعد مرور يومين وصلت أنت وقاربك والصندوق، لكن لم نعرف قصة قاربك العجيب هذه. قال هتان: ولا أنا أعرفها، كل ما في الأمر أنني جمعت أخشاب هذا القارب من بلدان مختلفة وأماكن كثيرة عجيبة كنت أذهب إليها مع رحلات الصيد. صنعت أيضا من بعض الأدوات المجمعة شبكة صيد. قال اللص: ولكن كيف عرفت طبيعة عمل كل واحد منا؟ أجاب هتان: انظر إلى القارب، على كل خشبة منه رسمة تدل على عمل أحدكم. كان إذا تكلم أحدكم تنير هذه الخشبة الدالة على عمله، ومن هنا عرفت طبيعة عمل كل منكم. قالت الدجالة: دائما ما يساند الله الأنقياء مثلك ويحارب الأشرار مثلنا. سأل الجاسوس: وماذا سنفعل الآن؟ قالت الطاهية: يجب تنفيذ ما كتب في هذه الرسالة، ولكن كيف سنعيد ما سرقناه وقد ضاع في البحر؟ قال هتان: في الصندوق خريطة لمواقع سرية في الجزيرة، يجب علينا فتح الصندوق واستخدام الخريطة للبحث في كل مكان، لربما نجد ما ضاع، لكن علينا أن نقسم أنفسنا، فالقسم الأول يبحث في الجزيرة والقسم الآخر يبحث في البحر باستخدام القارب والشبكة. قال السارق: القارب لا يتحرك. ابتسم هتان ونظر إلى القارب وقال: سيتحرك الآن. وبالفعل قام الفريق الأول بالبحث داخل الجزيرة، بينما قام الفريق الثاني بالبحث في البحر. استمروا في هذا الأمر حتى المساء، وبعدما أن أنهى كل واحد عمله اجتمعوا معا ووضعوا كل ما وجدوه على الأرض أمامهم، وطلبوا من السارق النظر إلى الأشياء ليحدد إذا ما كانت نفس المسروقات أم لا، فهو الشخص الوحيد الذي لا ينسى ما رأى. ظل السارق يفرز الأشياء ويقول: هذه هي وتلك ليست من المسروقات. وفي النهاية وجدوا أنهم استردوا جزءا قليلا مما سرق، فاقترح الطبيب أن يجمعوا ما وجدوه سواء كانت من المسروقات أم لا، ثم يبحثوا عن طريقة لإعادتها لأصحابها، حتى وإن لم تكن الأشياء كلها ملكا لهم فتكون تعويضا لهم عما حدث. وافق الجميع على اقتراح الطبيب، وفي كل صباح كانوا يقسمون أنفسهم ويبدأون في البحث ثم يلتقون في المساء. استمر الرفاق على هذا الوضع لفترة طويلة، وذات يوم اجتمعوا في المساء دون أن يجد أحدهم شيئا. كرروا البحث ليومين آخرين ولكنهم لم يجدوا شيئا أيضا، فأدركوا أن هذه هي كل الأشياء الموجودة. جمعوها في الصندوق وأغلقوه بإحكام، وبدأوا يفكرون في كيفية إعادة هذه المسروقات إلى المدينة من جديد. قالت الدجالة: إذا عدنا للمدينة فلن يكون مصيرنا إلا السجن، فكل المدينة تبحث عنا الآن. قال الطبيب: لا يمكن لأحد أن يذهب سوى هتان، فهو الشخص الوحيد الغريب عن المدينة ولا أحد يعرفه هناك. وافق الجميع على كلام الطبيب وبدأوا يرسمون له الاتجاهات التي ستساعده على الوصول إلى المدينة، ووصفوا له موقع القصر المسروق وشكله. وضعوا داخل الصندوق رسالة تقول: هذه الأشياء التي سرقت وقد تم ردها إليكم من جديد. في صباح اليوم التالي انطلق هتان مستخدما قاربه ومعه صندوقه، وبدأ في الإبحار حتى وصل إلى مدينة الرفاق،
لكنه عندما وصل وجد حال المدينة يختلف تماما عما ذكره الرفاق. كانت المدينة حزينة يخيم عليها الفقر، حتى قصور الأغنياء أصبحت مليئة بالحزن والمرض ولا أحد ينتبه لأحد. وسأل هتان أحد المارة: لماذا يبدو على مدينتكم الحزن هكذا؟ قال الرجل: منذ فترة أصيبت المدينة بأمراض نادرة وخطيرة، وقد اختفى أمهر الأطباء لدينا، فقد كان يعالج كافة الأمراض ومنذ ذلك الوقت والجميع يبحث عن علاج ولكن دون جدوى، حتى أن بعض الأغنياء أنفقوا كل ما لديهم في سبيل الحصول على علاج ولكن لا فائدة، فلم يستطع أحد الحصول على العلاج الشافي. أصبح حال المدينة كما ترى. ظل هتان يبحث عن القصر المسروق حتى وصل إليه وطرق بابه قائلا: أنا عابر سبيل، فقدت مالي وطعامي، هل أجد عندكم بعض الطعام؟ قال له صاحب القصر: يا ولدي، إن الطعام لدينا به أذى، اصبر على جوعك أفضل من أن تمرض مثلنا. شكر هتان الرجل وترك الصندوق عنده ورحل. كان هتان يشتعل غضبا من رفاقه في الجزيرة، فلم يكن أمر السرقة فقط هو ما فعلوه، بل تسببوا في أذى للناس أيضا. ركب هتان قريبه وعاد إلى الجزيرة والجميع ينتظره بفارغ الصبر. أول ما وصل سألوه ماذا وجدت، فحكى لهم عما رآه من حال الناس وهو ينتظر الجواب. قال الطبيب: نعم، أنا من أعددت الخلطة العجيبة، والطاهية وضعتها في كافة أنواع الطعام، ووزعنا الباقي على المزروعات والنباتات حتى تنمو مصاحبة بالمرض فلا يستطيعون النجاة منها أبدا. تعجب هتان من قسوة قلوبهم، ولكنه تذكر أن الفقر كان أقسى، ثم قال: يجب عليك الآن علاج ما أفسدته حتى نتمكن من الخلاص من هذه الجزيرة. قال السارق: تعالوا نجرب ركوب القارب مرة أخرى بما أنك استطعت الإبحار به. قال له هتان: هذا القارب لا يبحر إلا في الخير، فلا تتعب نفسك دون جدوى، والآن علينا أن نجد العلاج. قالت الطاهية: وكيف سنعرف نتيجة العلاج؟ قال الطبيب: معنا مريضة منهم، إنها بيارة، إذا استطاعت السمع فهذا يعني أن الدواء أتى بنتيجته الفعالة. بدأ الطبيب يمارس تجاربه وأبحاثه حتى وصل إلى أفضل نتيجة، وبدأ في علاج بيارة. وبعد فترة قصيرة تمكنت الفتاة من الشفاء واستعادت قدرتها على السمع والتحدث مع من حولها. اجتمعت الفتاة بهتان على انفراد وقالت له: لا تحاول مساعدتهم، هؤلاء أشخاص ماكرون، احذر منهم. قال لها هتان: علينا أن نعالج أهل المدينة أولا، ثم ننظر في أمر هؤلاء الرفاق. كان الطبيب قد جهز الدواء المناسب وأعطاه إلى هتان الذي استعد للإبحار مرة أخرى. ودع الرفاق على أمل اللقاء مجددا، وظل يبحر بقاربه حتى وصل إلى المدينة. بينما كان يهم بالنزول تفاجأ بالفتاة معه في القارب، فقد كانت تختبئ تحت ستار لم ينتبه إليه هتان. قال لها: لماذا فعلت هذا؟ قالت الفتاة: أريد الهرب من هؤلاء، فأنت لا تعرف كم هم أشرار. ثم أخذته إلى المدينة وبدأوا يوزعون الدواء على الناس ويتابعون حالة المرضى. مرت فترة طويلة حتى تمكن الجميع من الشفاء، وأشاعت بيارة بين الناس أنها كانت في رحلة بعيدة تبحث لهم عن علاج لمرضهم، وأن هتان هو الذي ساعدها في الوصول إلى هذا العلاج، وأن الفضل كله يعود له. فجأة وجد هتان نفسه يعامل معاملة الأطباء ويسأله الناس في كل أمور الحياة، وهو لا يعرف شيئا عما يتحدثون فيه. سأل هتان الفتاة: لماذا فعلت هذا؟ قالت: حتى يكون لك قيمة في هذه البلاد ويكون لك المال والجاه. قال لها: ولكني لن أستمر في العيش هنا،
يجب علي العودة للرفاق كما وعدتهم. قالت له: لا، لا تفعل هذا، فهم لا يستحقون منك كل هذا العطف، دعهم هناك يموتون وحدهم. نظر إليها هتان وقال: أنت لا تقلين شرا عنهم، ثم تركها ورحل. ركب هتان قريبه، ولكن هذه المرة وحده، وظل يبحر حتى وصل إلى الرفاق الذين ظنوا أنه لن يعود بعد أن طالت مدة غيابه. استقبله الرفاق بترحاب وسأله الطبيب عن حال المدينة. قال له هتان: حالهم تحسن لأفضل حال، وأصبح الجميع في صحة وعافية بفضل علاجك. وبعد أن استراح من عبء السفر قال لهم: القارب لا يتحمل أكثر من اثنين، فعلينا تقسيم أنفسنا حتى نستطيع جميعا الوصول إلى المدينة. وافق الرفاق وكانوا سعداء. فها هي رحلة العودة ستبدأ في الصباح الباكر، ومع أول ضوء للشمس استيقظ الجميع ووقفوا على الشاطئ يستعدون لرحيل أولهم، ولكنهم تفاجأوا بأن القارب يتفكك وحده حتى تحول إلى قطع من الأخشاب المتبعثرة والتي أخذت تسبح في البحر، وضاع حلم العودة. بعد فترة من اليأس اجتمع هتان بالرفاق وقال لهم: لقد نفذنا نصف الرسالة فقط، لقد أصلحتم ما فعلتموه مع الناس، ولكن لم تصلحوا ما فعلتموه في أنفسكم بعد. عليكم التوبة عما فعلتموه وعقد النية على بدء حياة جديدة دون أذى أو مكر. اقتنع الرفاق بكلام هتان وتعاهدوا على بدء حياة جديدة، وتقبلوا أمر حياتهم على الجزيرة وبدأوا يعمرونها. فعرف الطبيب طريق نباتات نادرة استخدمها في صنع أدويته، وقامت الطاهية بصناعة أشهى أنواع الطعام المميزة التي لم يكن لها مثيل. واستخدم الجاسوس موهبته في سماع صوت السفن البعيدة وإرسال الإشارات لها حتى يقبلوا إليهم. أما السارق فكان يحفظ في ذهنه كل ما يراه ليخبر به الرفاق في صنعه. كان هتان ماهرا في صناعة القوارب، أما الدجالة فاستخدمت لغة الإقناع لديها لتقنع الناس بما يبيعونه من أشياء. تعاونوا معا لفترة طويلة حتى عرف الناس بأمرهم وذاع صيتهم على هذه الجزيرة، والتي أصبحت مزارا للمراكب والقوارب التي تتردد عليهم. واشتهرت هذه الجزيرة بالطعام المميز والدواء الشافي. وتعاون الرفاق ببناء قرية على الجزيرة من أناس فضلوا العيش فيها، وعاش هتان مع الرفاق في هذه الجزيرة، وقد نجحوا أن يعمروها، وذلك بعمل الخير للجميع، حتى أصبحت هذه الجزيرة من أشهر وأغنى الجزر. انتهت الحكاية.